أهلا، أعرف أنه مو بمنطقي أن أول فلوج لي أبدأ معاكم بهذا المنظر، بس وش سويت وأنا صاحية؟ كان لازم أخذ قهوة عشان أصحصح وأبدأ الفيديو. بأخذكم معايا في يومي، عندي أشياء بسويها، فيلا. بعد الشاور اللي أخذته حرفياً ما عاد في وقت، فصار لازم أجهز وأطلع. حرفياً توني أستوعب إنه في الليل عندي إيفنت، فقررت إني ما أحط ميك اب، بس بحط السكين كير حقي عشان أريح بشرتي أكثر، والميك اب يطلع في الليل سموذي أكثر. فيلا. أكثر شيء قاعدة أحبه هذه الفترة صراحة السكين كير حقي، مو كثير مرة يعني شوية، ما في خطوات كثيرة. أحب أبلل وجهي أول شيء في الماية عشان أستخدم الهايلورونيك أسيد، لأنه قد سمعت معلومة يقولون أن الهايلورونيك أسيد أفضل تستخدمونه على بشرة شوية رطبة. يب هذا أسوي اللي أسمعه للأمانة، وصراحة مرة حابة الهايلورونيك أسيد هذه الفترة، حتى مو بس البشرتي وأطراف شعري، مرة كذا قاعد تخلي شكل أطراف شعري حيوي وحلو، وكذا في لمعة حلوة. عرفتوا لي بانك انه هيلثي مهما استشورتوا او شيء. والحين راح استخدم هذا المرطب من سيرابي، ما تتخيلون قد ايش احبه وحلو حتى مع الميك اب، لانه انا فيني عقده من الاشياء اللي تقعد تلصق كذا في وجهي، عرفتوا الستيكي او الاشياء اللي تحسون بشرتكم مدبقه منها او ما تنشف بسرعه، هذا احسه يرطب كذا من قلب، وبنفس الوقت ما أحس فيه يعني ينشف، ما أحس فيه شيء ملصق على بشرتي، لأن هذا الشعور يعني كيف أشرح لكم، يغثني بشكل ما هو بعادي، فصدق مرة حلو أنصحكم فيه. وبما إني ما راح أحط ميك اب، بس بنفس الوقت ما أبي بشرتي كذا تصير باهتة، بحط شوية كذا بلاشر كريمي هنا بس كذا عشان يعني وجهي يكون فيه حياة، عرفتوا؟ ما قدرون هذي فيها كذا ميتة مرة. فأنا هذا البلاشر أموت عليه كذا، عرفتوا اللي يندمج ثانية واحدة. أنا توني أستوعب الصدى اللي موجود في الصاد، فأدري وقت تشوفون هذا الفلوج حاب أقول لكم أنا آسفة، بس يعني بما أنه أول فلوج أكيد راح يكون في أخطاء كثيرة مرة، بس ان شاء الله ان بصير اعرفها واتفاداها بالفلوجز الجايه. طبعا انا شخص مره كسول، جالسه اقول لكم فلوجز جايه من الحين، مع اني ما ادري اذا اصلا بكمل او هل راح يناسبني اني اكمل فلوجز، لان احسها شيء مره متعب ويحتاج وقت وجهد. انا ما ادري، ما اعرف اذا كنت راح اقدر القى هذا الوقت وهذا الجهد. شفتوا ليش احب البلوشر؟ يخلي الوجه كذا كانه كيوت مرة وفي حياة. كنت ناوي أوريكم الأوتفت بس للأسف نسيت، بس ما راح أستسلم، بوريكم أقرب مراية ثانية غير البيت. تشندم هوم أعشقه يا جماعة، ومرة أحبه وأحب الأشياء اللي عندهم. بالمناسبة أنا مرة أحب النبتات وتعطيني شعور مرة حلو وأتفاعل فيها. أخذت أول شيء أحتاجه من أتشنمهم، عندهم أشياء تموت، تحسون كذا ودكم تجددون بيتكم، عرفتوا هذا الشعور؟ الحين بروح المحل الثاني اللي أحتاجه، ويمكن أسوي لكم فقرة مشتريات بس على تيك توك، وش رأيكم؟ باكل وجالسة انتظر اكلي لاني بموت من الجوع، لان واحدة من عاداتي السيئة اني اذا صحيت من النوم ما اكل على طول ابي قهوة بس. جيت سيفورا وما اعرف اذا راح يمديني اصور لان الزحمة مو طبيعية، طبعا انا كل مرة اجي سيفورا اجي عشان شيء واحد واشتري مليون شيء. بس كذا خلصنا سوق واشياء، ذكروني بعدين اذا حبيتوا اسوي لكم فقرة مشتريات. اخيرا خلصت السوق زي ما انتم شايفين، الحين راح ارجع البيت وابدل اسوي ميك اب واروح الايفنت. خليكم معي. الحين قررت اسوي معكم فقرة مشتريات سريعة، اوريكم فيها كم حاجة من اللي شريتهم او يمكن كل شيء اذا في وقت.
لأن لازم أتجهز وأطلع صدق ما في وقت خلاص. راح أبدأ بمشتريات سيفورا. أول شيء أخذته هو هذا البراو ساتر جل من بنفيت، مرة أحب هذا الجل، يثبت الحواجب من قلب، في حار في رطوبة في أي شيء ما تتحرك من مكانها، مرة أحبه. والشيء الثاني اللي أخذته من سيفورا أخذت هذولي الكونسيلرات، أحب هذه البراند مرة اللي هي إيت كوزمتكس، لأن دايم الكونسيلر حقهم ما يجي يعني كونسيلر وخلاص، لا يجي كونسيلر مع سيروم مع أشياء كثيرة، مثلا هنا كاتبين full coverage anti age waterproof concealer، يعني واضح مرة قد إيش هو حلو. صراحة جربته بعد عندهم وكان الكفرج حقه مرة حلو، بنفس الوقت ما تحسونه يعني زي العادة الكونسيلر اللي يكون full coverage يصير شوية ينشف كأنه باودر يطلع حلو بعدين. وأخذت هذا الكونسيلر من Too Faced Burn This Way Concealer، على كثر ما سمعت عليه مدح مو بعادي، قلت يلا خليني أخذ السمول سايز منه وأجرب لأنه ليش لا. والشيء الأخير اللي أخذته من سيفورا هو هذا الشامبو حقي من كريستاس. أنا هذه براند الشعر يعني أستخدم منهم الماسك السيروم الشامبو البلسم كل شيء، أنا صدق مهوسة بهذه البراند لأن صدق أشوف منها نتيجة، يعني صدق لأن شعري أستخدم لحرارة كثير أصبغة، كل ما طفشت كل ما زانت الجلسة أنا راح أصبغ شعري، عب أسوي نيولوك طول الوقت، فصدق أحس من الأشياء اللي مخلية شعري يعني للحين كويس هو منتجات هذه البراند. من الأشياء اللي بعد كنت أحتاجها الحب عبد الصمد القرشي، من أكثر البراند اللي أحب أستخدم منهم المسك والبخور والأشياء هذه، لأنه ما أعرف مهما جربت براند ثانية غيرهم دايم أرجع لهم، لأنه ما أعرف بس أحبهم أحبهم يعني مرة أحبهم. أخذت منهم ثلاث أنواع من المسك، اللي هو المسك الأبيض العادي اللي أغلبنا نستخدمه، أنا أشوفه من الأشياء الأساسية اللي المفروض تكون عندي وكل ما خلصت لازم أرجع أشتري منه. وبرضه أخذت مسك الختام، أموت على ريحته بنات، يعني نظافة فريش كذا مرة مرة أحبه، أتوقع أغلبكم يعرفونه ويعرفون ريحته، فبرضه هذا ولي من الأشياء اللي كل ما تخلص لازم أرجع أشتري منها. بعد أخذت مسك ثالث بس تولة صغيرة، قلت بجرب لأن جازت لي ريحته مرة، بس إنه حق مناسبات لأنه شوية ثقيل، كان اسمه خشب العود أو حاجة زي كذا، أتوقع ما ينفع أكتب بالضبط لأني شوية ناسية، بس يب. وبرضه أخذت منهم البخور، أنا يعني من الأشياء اللي تزين مزاجي كذا تعدل مودي هو البخور، فأخذت منهم هذا اسمه تبر العود، ريحته مرة حلوة وينفع استخدام شخصي يعني مو بحق مثلا مجالس أو غرف. ومن H&M أخذت هذا التوب كذا فجأة وأنا طالعة لقيته أحسه ينفع حلو في الجمعات في مناسبات كذا، فأخذت منهم هذا التوب كذا يجي شكله أحسه حلو مع كذا يعني بنطلون يكون شوية رسمي وكعب وشنطة حلوة بيطلع مرة حلو، شوفوا الماتيريال حقتها كيف تلمع لمعة حلوة. وآخر شيء جبته اللي هو الشوز، هو أنا كنت للأمانة أحتاج هيلز، لقيت هيلز أعجبني وأنتم كرامة بس ما لقيت السايز حقي، فلقيت شيء ثاني وأنا طالعة أخليه وأسكت وأمشي كذا، لا طبعا لازم أخذه حتى لو يعني مو هو الشيء اللي أحتاجه، بس للأمانة يعني حسيتها مرة عملي ينفع مع أي شيء، فيب شوفوا مرة حبيته ومريح مريح مريح. أنا صراحة أموت على براند تشارلز أكيت لأن صدق شوزاتهم وحتى هيزاتهم وأنتم كرامة من أريح البراند بالنسبة لي، لأن أنا شخص ما للأمانة ما أعرف أمشي بهيلز أو ما ألبس، نادر ما ألبس هيلز، فلما أبي أشتري هيلز لازم يكون من عندهم. والحين صدق 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 صار لازم أقوم أسوي ميك اب وأسوي شعري وأبدل ملابسي وأطلع للإيفنت لأنه مرة ما في وقت خلاص. طبعا لبست وكشخت وحرفيا ما كان في وقت أوريكم ولا شيء لأني مرة متأخرة على الإيفنت، بس هذا هو الميك اب إن شاء الله يكون واضح لكم. أخيرا وصلت الإيفنت، راح أوريكم شوي منه. أنا من وقت الفلوج ما تغديت، فالحين صار وقت إني أتعشى لأن مرة جوعانة. أتوقع إني صار لازم أنهي الفلوج معاكم إلى هنا، انتهى الأفنت، انتهى اليوم كله، مرة تعبت الأمانة، وأتمنى إن شاء الله إن الفلوج استمتعتوا فيه وأعجبكم، وإلى هنا راح أقول لكم باي باي.